ولا ايه؟ حاسس ان انا في كابوس، حاسس اني مش هشوف نهار تاني بعد موت ابويا. لا هنشوف، كل حاجه هتبقى كويسه. صحيح الدنيا هيبقى ناقصها زين، بس لازم برضو كل حاجه تبقى كويسه. عارف ليه يا زكريا؟ عشان كل حاجه حلوه حوالينا عملها عشان يطمن ان انت واخواتك هتبقوا بخير. وانا عارفه اني ربيت راجل، وهو كان دايما يقولك ان انت الكبير، حتى لو ملحقش يقولها لكل الناس، بس عشان ده حقك ومفيش حد غيرك يستحقها. الاوضه دي محدش ينفع يدخلها الا انا وابوك والكبير. عايزك تفوق عشان ندخلها سوا واعرفك كل حاجه فيها، وبعدها تجمع الكبار وتقول لهم ان انت الكبير، عشان اي حد يفكر في اي حاجه يراجع نفسه الف مره قبل ما يغلط غلطه عمره. رايحين فين يا جماعه؟ احنا مش ماشيين من هنا. اتكلم عن نفسك يا عبد الله، وما تعليش صوتك تاني في بيت زين العطار. انت هتعلمني اعمل ايه وما اعملش يا زكريا؟ اوعاك تكون فاكر انك الكبير بجد يا رجاله. ما يصحش كده، هترجوا الناس علينا ولا ايه؟ مش وقت تطيب يابا، وانت ما ينفعش تكون على نفسك كده يا زكريا. عم زين لو كان عاوزك كان قالها من زمان. والله تبقى عيبه في حق العيله لما ابن زين العطار الكبير يبقى موجود وحد تاني يقعد مكان ابويا. عبد الله بارك، بارك يا عبد الله، حتى لو كان غصب عنك اعملها بجميله يا ابن عمي. معاش اللي يخصبنا على حاجه يا زكريا، وانت مش الكبير. طيب الكلام ده للجميع، كل واحد هيفضل في مكانه، يعني العمده هيفضل عمده، ومن بعد ولاده هيبقوا هم العمد، وزي ما زين العطار كان كبير العيله من بعده برضه ولاده، واللي مش عاجبه الكلام ده ملوش مكان وسطينا. مش عاجبنا يا زكريا، هتعمل ايه؟ نزل سلاحك، احنا مش هنرفع سلاح قدام بعضينا، ده اللي ابويا علمه لنا، وهنفضل ماشيين ورا كلامه. امشي عبد الله، امشي من هنا. لا دي الجنه ولا انت ربنا يا زكريا. بس انت شيطان، شيطان ومش عارف يغوي حد غير نفسه. ماشي يا زكريا، بس خليك فاكر انك طردتني، وخليك فاكر كمان الشيطان لما طرد عمل ايه. ولا بهي في ايه؟ الشيخ سلامة مات يا حسن. سفر؟ سفر ايه دلوقتي يا ياسمين؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ اه عشان اللي احنا فيه ده يا مامي، انا محتاجه اخرج بره البيت، هموت خلاص بجد. لا صعب، مش هبقى مطمن عليكي خالص، واديكي شايفه عمتك شكلها ناويه على شر. يا مامي انا معايا اياد، يعني مش لوحدي، وبعدين ده اقل من يوم مش هيحصل حاجه، يعني انا فعلا محتاجه اغير جو. لا يا ياسمين، لسه ما فاتش اسبوع على ابوكي، ما ينفعش. يا مامي عشان خاطري، عشان خاطري وافق. مش هوافق، وسيبيني لوحدي بقى، انا اللي فيها مكفيني. اتفضلي روحي اوضتك. اللي كبر قضيه الفيديو اللي اتنشر على السوشيال ميديا، عايزين يخلوا القضيه قضيه راي عام، وانا من ناحيتي بحاول اعمل حظر نشر عشان نقدر نلم الموضوع. بس اؤكد لك الموضوع ده متدبر متدبر متدبر، وايه اللي يخليهم يذيعوا الفيديو ده دلوقتي؟ لعبه قديمه قوي يعني. تفتكر مين اللي عمل كده؟ شوف هي دي طريقه جلال، فيا اما هو جلال يا اما حد تاني عايزنا نشك في جلال، والاثنين ليهم نتيجه واحده. القضيه صعبه ولازم نلمها بسرعه، لان بعد كده مش هنعرف نلمها خالص.
انت ناوي على ايه؟ ما تقلقش، دي مش اول مره يعني. انا جاي لك في موضوع مهم بقى. انا اللي عايزك في موضوع مهم الاول. قول لي، هو بابا ما سابش وصيه؟ للاسف ما سابش، وانا حاولت كذا مره معاه انه يعمل وصيه ما رضاش. طب احنا وضعنا القانوني ايه يعني؟ لو عمتي حبت ترفع قضيه، ما انا حكيت لك هي عملت ايه. ما تقلقش خالص، ابوك مظبط كل حاجه والحمد لله، وانا من ناحيتي هظبط الورق عشان اثبت لك حقك القانوني، بس اهم حاجه تركز في شغلك. المهم دلوقتي انا عايز اعرف مين البنت اللي مع هايدي دي في البيت. عليا دي بنت صغيره كده هنربيها. زكريا، انا بنتي ما تربيش ايتام، انا مش زي ابوك، وعايز اقول لك كلام كده ما فيهوش زعل ولا اي حاجه. لو اي واحده تانية غير بنتي كان زمانها طلعت الطلاق من زمان، وانت عارف كويس قوي عدم الخلفه العيب فيك انت. زكريا لازم تسافر بره وتعالج نفسك. هي اشتكيت لك؟ ما انت عارف هايدي ما بتتكلمش، بس انا كمان مش معقول اسيب بنتي كده بتتوجع وما تدخلش. استاذ مراد، هايدي اللي انت بتتكلم عليها دلوقتي دي مش بنتك، دي مراتي، وما اعتقدش ان ليها راي تاني غير رايي في الموضوع ده. اعتبره ثواب، اعتبر تربيه البنت دي ثواب، يمكن عشان خاطر ربنا يرزقنا. ماشي يا زكريا، بس ما تنساش ابوك اختار شريف يحل محله في الاول عشان انت ما خلفتش عيال. اكيد ربنا ليه حكمه في كده. ادعيلنا. مهم، انا عايز عمي سليم يخرج في اسرع وقت ممكن. ما تخافش، أنا هروح ألحقه دلوقتي قبل ما يتعرض على النيابة، مش هسيبه ولا لحظة. سلام. لنفترض، عم أقول لنفترض إن اقتنعت باللي سمعته منك هلأ. أنت عارف طبعًا إنه راح بخسر عائلة العطار. بس هتكسب عيلة هاشم الذهبي، والمستقبل ما فيهوش عيلة العطار. مستقبل؟ هو في حدا منا عارف المستقبل شو فيه؟ حتى الناس تبعولي اللي برا مش عارفين شو بدهم يعملوا. تعال نحسبها، سليم دلوقتي متهم في جريمة قتل، وزكريا لو اتفقت انا وانت عليه حيطلع في الروح. انت مش خسران حاجة، انت هتاخد حقك مرتين، في ايه اكتر من كده بقى؟ مرتين؟ سمعتك مرتين. لا، لازم فكر بالموضوع. ولا فكرت؟ أنا موافق. شو المطلوب مني؟ مطلوب إن أنت تسلم الشحنة لزكريا عادي جدا، بس تبلغني بخط السير. خط السير والتوقيت، ولو حصل أي تغيير كمان رح بلغك. بالماضي أنا كنت حب لعب القمار كتير وبطلت، عم فكر العب هاللعبة الأخيرة معك. حنكسب وحنقش كلنا، أنا وأنت ملناش بركة إلا زكريا. هتفضل ساكت كده؟ تقول أي حاجة. أنا عارفة أنت كنت بتحبه قد إيه. بس تفتكر هو كان عارف؟ أكيد، أنت دايماً كنت بتقولي أنت بتحبه قد إيه، ومفيش أب بيكره ابنه حتى لو كنت مختلف معاه في الرأي أو في أي حاجة تانية. أنا بتحسس إن ماليش ظهر، حاسس إني عريان. أنا أي حاجة كانت بتحصل لي كنت ببقى عارف إنه موجود،
ابويا كان طيب وحنين قوي يا ايه، مع انه كان يبان عليه الشده والقسوه، بس انا كنت شايفه من جوه حنين. انا اكتر حاجه مضايقاني وخانقاني اني عمري ما بينت له انا بحبه قد ايه، بس انا متاكد انه كان عارف ان انا بحبه. انا هتاكله قوي، وحشني. يلا نمشي من هنا بقى، انت كنت قاعد علشانه، دلوقتي مفيش اي سبب تاني. يلا نروح على انجلترا نتجوز وانا هساعدك انك تاخد الجنسيه. لا لا يا موضوع مش بالبساطه دي. لا بالبساطه دي، ما هو مفيش حل تاني، يا معايا يا معاهم، ما ينفعش تاخد كل حاجه. مش حاضر، مش هينفع، انا مش عايز اخد قرار واندم عليه طول عمري. تاخد قرار تندم عليه احسن ما تاخدش قرار خالص. انت اللي قلت لي يلا نبدا من جديد، يلا نسافر يا صالح. لو وجود البنت دي معانا مضايقك فعلا قولي لي. انت عارفه انك عندي اهم حاجه في الدنيا، يعني مش هزعل. انا في الاول بس كنت خايفه تاخدك مني، بس اول ما حضنتها حسيت ان انا بحبها قوي كانها بنتي، وبعدين لو في حاجه اكيد هقول لك. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش من روحك اللي بعشقها دي. طب انا اروح عندها بقى عشان شكلها كده شايله همك وعايزه تيجي. ماشي، ده هي. ايوه نادي، مش هعرف اتكلم دلوقتي في ايه؟ زكريا انا حامل. ايه؟ حامل ازاي يعني؟ ما تأخرناش عليك يا روحي. أنت متأكد؟ طب هجيلك، هجيلك. جليل، سيف، هاشم، زكريا. فتحي، إيه اللي جاك بدري؟ جابني بدري؟ أنا ما روحتش من هنا. أنا سميتك إيه لما خلفتك؟ سمير؟ سمير، أيوة سمير. أنت محظوظ، أنت هتسمع البروفا الجنرال الجديدة. لا، روح غني بعيد عني هناك وسيبني أنا أوزع الألحان. ده انت تقلت قوي. يلا اختار لك كارت من دول. نعم، اختار لك كارت من دول، عايز العب على كارت الكسبان. نشنت يا فالح. هاشم الذهبي، اتفضل. في ناس عايزين حضرتك يا زكريا بيه، وبيقولوا ان عايزين حضرتك في موضوع مهم جدا يخص زين بيه. خلي اي حد